مشروع عقاري قريب على منطقة البوسفور، 15 دقيقة بالسيارة ودقيقتين لثلاث دقائق سيراً على الأقدام عن أقرب محطة مترو حيتم افتتاحها بنهاية العام 2025. نحن قريبين جداً 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 من مركز المال، المدينة المالية اللي عم ينتقل عليها المركزي التركي حالياً وفيها كافة البنوك تقريباً، وحيزورها يومياً بحدود 100,000 نسمة أو 100,000 شخص، وموظف فيها 85,000 شخص. هذا هو المشروع، عم يكون من 5 بلوكات، 544 شقة سكنية، الأنماط عم تكون عائلية من غرفتين وصالة حتى 5 وصالة، كل الشقق فيها بلكونات وفيها أيضاً تراسات. التراسات في منها عم يكون في مكان مخصص للزراعة ومكان مخصص للشوي، وفي خصوصية حيتسلم كما هو موجود في المكت. الشغلة الإضافية والمهمة جداً أنه هذا المشروع المساحات الخضراء فيه واسعة جداً، في مكان مخصص للعب الأطفال، وعاملين شغلتين كثير حلوين بهذا المشروع، في مكان مخصص للعمل ومكان مخصص للشوي. وطبعاً الأشجار حتكون موجودة كبيرة، وبالتالي مش يزرعوها، حتجي جاهزة، بالإضافة لأشجار الفواكه، وهي المواد المستخدمة في البناء، وهي شركة الإنشاء اللي صار عمرها 50 سنة. المشروع مش بحاجة تقرير تقييم العقاري للتقدم للحصول على الجنسية، بإمكانك تدفع دفعة أولية 35% والباقي على 24 شهر وبالليرة التركية. ضريبة القيمة المضافة هي 1% فقط. تواصل معنا في امتلاك العقارية.